حبينا نعيد عليك بمناسبه عيد الام ونقول لك كل عام وانت بخير. أعطاها خبز. شاكرة جدا جهود الأطباء والممرضين اللي صدقا من أول ما فتنا نفحص مش عارفين إنه معنا المرض، من أول ما فتنا نفحص ما تركونا لحد هلأ، كانوا كتير متعاونين معنا، استجاباتهم سريعة، كانت من الأردن من أحسن دول اتخذت إجراءات معنا في محاربة ومكافحة هذا الفيروس. بكل العالم اللي دول عظمى مثل الدولة اللي أنا فيها حاليا ما عرفت تتعامل معاها، واللي الأردن تعاملت معاها بكمية احتراف رهيبة جدا، بس أنا جدا فخورة ببلدي.